تعتبر شركة كيو باور الشركة الوحيدة في إنتاج البطاريات في دولة قطر، وبالتالي فإنها تمثل دعماً للنمو الاقتصادي لكثير من القطاعات في قطر وخارجها. وتساهم منتجاتنا بتغطية كافة الاحتياجات من بطاريات السيارات والمعدات في كافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار. كما يعد تصنيع البطاريات داخل دولة قطر عاملاً مهماً في إطالة عمر البطارية، حيث أن البطاريات المستوردة يتم استهلاك أكثر من 6 أشهر من عمرها الافتراضي خلال عمليات النقل البحري قبل أن يبدأ باستعمالها المستهلك في قطر، فعمر البطارية الفعلي يبدأ منذ سكب السائل الحمضي بداخلها. ونحن نحرص على أن تكون مصادر الطاقة عامل قيمة مضافة وتحسيناً في النوعية لكافة أساطيل ومركبات النقل البري والبحري والجوي، بما يشمل تغطية كافة احتياجات حماة الوطن من قوى الأمن والجيش القطري. كما نهدف إلى خفض التكاليف النقدية والحفاظ على الطاقة المستدامة، ولا يفوتنا الحرص على الحفاظ على سمعتنا والتزامنا بالمعايير العالمية في مجال الجودة والسلامة وحماية البيئة، حيث تراعي الشركة كافة المعايير والمواصفات والمقاييس القطرية والعالمية. كما طبقنا نظام الشهادة العالمية في إدارة الجودة ISO 9001:2015 ونظام الشهادة العالمية لإدارة البيئة ISO 14001:2015 والمعيار الدولي للصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018، والتي تعد من أهم الشهادات العالمية التي تمنح للجهات تقديراً لالتزامها بالمقاييس التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير. أخذت الشركة على عاتقها مسؤولية تدريب وتطوير العاملين فيها، حيث تم التحاق العديد من موظفي الشركة في العديد من الدورات التدريبية داخل البلاد وخارجها منذ أن تم إنشاؤها. وفي ضوء مسيرة التطور التي تشهدها قطر لتصبح ناشطاً اقتصادياً في الساحة الدولية مدعومة بالتنوع الاقتصادي وخلق الفرص في السوق، لتكون كيو باور قطر قوة دافعة لجهود التحول الاقتصادي في البلاد، مما يشعرنا بالفخر والاعتزاز للانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، بأن نكون لبنة في بنيان رفعة الوطن وشموخه ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وتحقيق مزيد من التطور والنماء والازدهار للشعب القطري، وأن نساهم في تطوير مكانة دولة قطر على المستوى الدولي كنموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة.